تتمت رواية كافكا على الشاطئ للكاتب الياباني هاروكي موراكامي. الفصل العاشر. ألا تمانع إذن إذا دعاك ناكاتا باسمي كاوامورا؟ كرر سؤال القط البني المخطط مرددا الكلمات ببطء ليجعلها مفهومة قدر الإمكان. هذا القط بالذات قال إنه رأى جوما القطة المشمشية التي لم تكمل عامها الأول في هذه النواحي، ولكنه أي قط يتحدث بطريقة غريبة جدا بالنسبة إلى ناكاتا. وهذا هو رأي القط حياله، إذ بدا أنه يجد صعوبة بالغة في فهم ناكاتا. كان حوارهما أشبه بحوار الطرشان. لا أمانع أبدا يا أطول الرؤوس، معذرة، لكن ناكاتا لا يفهم ما تقول، أعذرني فأنا لست ذكيا. إنها تونا من البداية حتى النهاية. أتقول إنك تريد أن تأكل التونة؟ لا، اليدان موثوقتان من قبل. لم يكن ناكاتا يقبل على محادثة القطط متوقعا أن يتم التواصل بكل سلاسة تامة، فحين يتحاور البشر والقطط عليك أن تتوقع بعض الصعوبات، ناهيك عن عامل آخر يتمثل في مشكلات ناكاتا نفسه في التحدث، ليس فقط مع القطط بل مع الناس أيضا. إذ كان الحوار السادس الذي أجراه مع القط أوتوسكا الأسبوع الماضي استثناء مقارنة مع اعتاده، دائما وأبدا يستغرقه جهد كبير لكي يوصل أبسط الرسائل إلى محدثه، وفي الأيام الصعبة يبدو الأمر كما لو أن محدثه يقف في ضفة مقابلة من ضفتي قناة ويصرخ أحدهما في الآخر وسط رياح عاتية. وكان هذا اليوم أحد تلك الأيام. لم يفهم ناكاتا لماذا الأصعب عليه دائما التقاط موجة تفكير القطط البنية. أما القطط السوداء فغالبا ما تسير الأمور معها جيدا، ويبقى التواصل مع السيامية هو الأسهل على الإطلاق. ولكن لسوء الحظ لم يكن هناك الكثير منها بين القطط، وخصوصا قطط الشوارع، ولهذا لم يحظى إلا لماما بفرصة محادثتها. فغالبا ما تبقى القطط السيامية تحت الرعاية في المنازل ولسبب يجهله، فإن أغلبية القطط في الشوارع هي من القطط البنية المخططة. وعلى الرغم من توقعه لصعوبة التواصل، فقد وجد ناكاتا استحالة في فك شفرة ما يقوله كاوامورا الذي كان يفتقر إلى القدرة على التعبير. فلم يفهم ناكاتا كلمة واحدة من كلامه أو الصلة بين كلماته. كان القط يردد عبارات أقرب إلى الأحشيات، ومع هذا فقد صبر ناكاتا، وكان صبره لا حدود له. وأمامه كل الوقت أيضا ظل يكرر أسئلته ويتلقى من القط الردود نفسها. كان يجلسان على حافة حجرية تحد حديقة صغيرة للأطفال في منطقة سكنية، وكانت قد مرت ساعة وهما يدوران في دوامة كلامية لا تنتهي. كاوامورا مجرد اسم سأدعوك به وليس له أي معنى. ناكاتا يسمي القطط ليتذكر بسهولة، وأعدك ألا يتسبب لك الاسم في أي مشكلات، فقط أود أن أناديك به بعد إذنك، أجابه كاوامورا في تمتمة. فلم يفهم ناكاتا شيئا مما قاله، وشعر أن القط لم يكف عن مثل هذا الكلام، فقاطعه محاولا الوصول بالحديث إلى نقطة مفيدة، فعرض على كاوامورا صورة جوما الفوتوغرافية. السيدة كاوامورا، جوما هذه القطة التي يبحث عنها ناكاتا، قطة مشمشية عمرها سنة، كانت تعيش لدى أسرة السيد كوازومي في الحي الثالث في نوغاتا، وقد تاهت منذ مدة. فقد فتحت السيدة كوازومي نافذة فقفزت منها القطة وهربت. مرة أخرى، اسمح لي أن أسألك، هل سبق أن رأيت هذه القطة؟ نظر كوامورا إلى الصورة مرة أخرى وأومأ برأسه. لو أن هذه تونة فكوامورا مقيد، حاول أن تجدها وقيدها. أنا آسف، ولكن كما أخبرتك لتوي ناكاتا ليس ذكيا جدا،
ولا يفهم جيدا ما تريد قوله. من فضلك كرر ما قلته. لو أن هذه تونة فكوامورا مقيد، حاول أن تجدها وقيدها. هل تقصد بالتونة سمك التونة؟ جرب السمك، قيدها كوامورا. هرش ناكاتا شعره الحليق جيدا والذي بلون فيه مزيج من الملح والفلفل، محاولا أن يحل هذه الأحجية. فظل يفكر فيما يمكن أن يفعله ليجد حلا لأحجية التونة هذه ويخرج من المتاهة التي تحولت إليها الأمور، وخصوصا هذه المحادثة. لكنه رغم كل الجهد لم يتوصل إلى حل، فحل الأشياء بالمنطق لم يكن مما يتقنه ناكاتا على كل حال. أما بالنسبة لكوامورا فكان راضيا تماما وسعيدا بما يجري، وما كان منه سوى أن رفع قائمته الخلفية وهرش أسفل ذقنه بشدة. وحينئذ خيل لناكاتا أنه سمع ضحكة قصيرة تأتي من خلفه، فالتفت ليجد قطة سيامية رشيقة وجميلة قاعدة على حائط إسمنتي واطئ بجانب منطقة يوجد فيها منزل، وتنظر إليه بعينين مزمومتين. عذرا، ولكن هل يصدف أنك سيد ناكاتا؟ ماءت القطة بنعومة. صحيح، اسمي ناكاتا، تسرني جدا مقابلتك. شعور متبادل بالتأكيد. الجو غائم منذ الصباح ولكنني لا أتوقع هطول المطر، آمل ذلك. إنها قطة شابة في منتصف عمرها تقريبا، لها ذيل مستقيم ترفعه بكبرياء أنثى، وحول عنقها طوق يحمل اسمها. إنها نحيلة وبشوشة بلا أي سمنة زائدة. ناديني ميمي. أتعرف ميمي من أوبرا البوهيمي؟ لها أغنية أيضا، ميكيا مينو ميمي. أجل، أجاب ناكاتا رغم أنه لا يعي شيئا مما تقوله. أوبرا بوتشيني، أتعرفها؟ إن صاحبي من محبي الأوبرا، قالت ميمي وشفتاها تفتران عن ابتسامة رقيقة. كنت أود أن أغنيها لك لكنني لا أجيد الغناء. ناكاتا سعيد جدا بمقابلتك يا آنسة ميمي. وأنا أيضا يا سيد ناكاتا. وهل تقيمين بالقرب من هنا؟ نعم، في هذا البيت من طابقين، منزل أسرتي تنابيه، أتراه هناك؟ هذا الذي تقف أمامه سيارة BMW 530 كريمية اللون. آه نعم، أجاب ناكاتا من دون أن تكون لديه أدنى فكرة عما هي هذه BMW، لكنه بالفعل رأى سيارة كريمية اللون فأدرك أنها التي تقصدها ميمي. سيد ناكاتا، قالت ميمي، من المعروف عني أنني لا أتدخل في شؤون غيري، أو يمكنك القول إنني قطة مختلفة، ولكن هذا الصغير، هذا القط الذي أراك تدعوه كوامورا، ليس ممن يمكنني وصفه بالذكي بكل معنى الكلمة. المسكين عندما كنا صغيرين صدمه طفل بدراجته فارتطم رأسه بحائط، ومن حينها وهو لا يفهم الأمور تماما. ولهذا حتى وإن كنت صبورا جدا معه، وهذا ما أرى أنك تفعله، فلن تصل معه إلى أي نتيجة، وأخشى أنني لا أستطيع الجلوس هنا دون أن أتدخل. أعرف أن هذا ليس من حقي، ولكن كان علي أن أقول شيئا ما. لا، أرجوك لا تقولي هذا، أنا سعيد جدا لأنك أوضحت لي الأمر. ناكاتا بليد التفكير مثل كوامورا تماما، آسف لهذا، فأنا لا أستطيع تدبير أموري من دون مساعدة الآخرين. أنا أحصل على معونة من المحافظ كل شهر، وأنا سعيد جدا بسماع رأيك يا ميمي. فهمت مما قلته أنك تبحث عن قطة، قالت ميمي. عفوا، لم أقصد استراق السمع للحديث الذي دار بينكما، حدث هذا صدفة بينما كنت أخذ قيلولة هنا. اسمها جوما على ما أظن. هذا صحيح. وهل رأى كوامورا جوما؟ هذا ما أخبرني به. ولكن ناكاتا لم يفهم ما قاله كوامورا بعد هذا،
بعد إذنك يا سيد ناكاتا، يمكنني أن أتدخل وأن أحاول أن أفهم منه. عندما تتحدث قطة يكون الأمر أسهل، وأنا اعتدت على طريقته في الحديث. ما رأيك أن أفهم أنا منه ثم أخبرك بما قاله بعدها؟ ستكون هذه خدمة جليلة بكل تأكيد. أومأت القطة السيامية بخفة وقفزت على الحائط الإسمنتي برشاقة. كانت تشبه رشاقة راقصة البالي، ومشت تتبختر وذيلها الأسود مرتفع كسارية علم، حتى وصلت إلى كوامورا وقعدت بجانبه. أخذ كوامورا يتشمم مؤخرتها على الفور، لكنها برشاقة لكزته بيدها على خده فتراجع عما يفعله، وبعد لحظة توقف مرة أخرى ولكنها لكزته مجددا على أنفه. والآن انتبه إلي أيها الأهثل الهلفوت، همهمت ميمي ثم استدارت موجهة كلامها لناكاتا. لابد من أن يعرف من البداية من هو الأقوى، وإلا فلن أصل معه إلى أي نتيجة. سيسرح بي في الفضاء ولن أحصل منه إلا على الهلوسات. بالطبع هذا ليس خطأه، إنه طبعه وأنا أشفق عليه حقا، ولكن ماذا عساي أفعل؟ نعم بالطبع، قال ناكاتا وهو لا يعرف ما الذي يوافقها عليه. راح القط والقطة يتحدثان بسرعة وسلاسة كبيرتين، حتى أن ناكاتا لم يفهم كلمة مما يقولانه. كانت ميمي تستجوب كوامورا بحدة، والقط الصغير يجيبها بوجل، وكأنه يعرف أن أي تردد يبديه سيعود عليه بلكزة أخرى قاسية على وجهه. هذه القطة السيامية ماهرة ومثقفة أيضا. لقد قابل ناكاتا قطط كثيرة في حياته، لكن هذه أول مرة يقابل فيها قطة تسمع الأوبرا وتعرف أنواع السيارات، فظل يراقبها منبهرا وهي تتدبر الأمر بحنكة وفعالية. وعندما حصلت ميمي من القط الصغير على كل ما تريده صاحت به بعنف: هيا امضي من هنا، امضي في طريقك. وكأنها إن لم تفعل فستطارده، فانسحب القط بهدوء وبخيبة أمل. وقفزت ميمي في حجر ناكاتا قائلة: أظن أنني حصلت منه على الكلام المفيد. أنا في غاية الامتنان، أجابها ناكاتا. هذا القط كوامورا كما تناديه، رأى جوما مرات عدة في أرض عشبية تقع على الطريق. إنها أرض خلاء صغيرة كانوا يخططون للبناء عليها، وحصل مقاول على ملكية مخزن في شركة قطع غيار سيارات وهدمها ليبني فيها مركزا تجاريا ضخما. واحتج السكان على الأمر، وبعد معركة قضائية أوقفوا البناء. هذا يحدث دوما في هذه الأيام. وظلت الأرض مهجورة ونمت فيها بعض الحشائش، ونادرا ما يذهب الناس إليها، ولهذا فهي مكان مثالي للتنزه، وخصوصا بالنسبة لقطط الشوارع من هذا الحي. أنا لا أذهب إلى هناك إلا نادرا، إذ ليس لي أصحاب كثير لأنني لا أحب التقاط البراغيث، فهي راهبة كما تعرف طبعا، مثل الطبع السيء، ما إن تلتقطه حتى لا يعود في مقدورك التخلص منه. صحيح، قال ناكاتا. أخبرني الصغير أنه رأى قطة تشبه تلك التي في الصورة، مشمشية وجميلة وخجولة، وترتدي طوقا مضادا للبراغيث، ويبدو أنها لا تجيد الحديث هي الأخرى. من الواضح أنها قطة منزلية ساذجة ضلت طريقها ولا تعرف كيف تعود إلى البيت. ومتى رآها؟ رآها آخر مرة منذ حوالي 3 أو 4 أيام، وهو طبعا ليس متأكدا من هذا لأنه ليس فطنا، لكنه قال إنه رآها قبل المطر بيوم. لهذا أعتقد أنه كان يوم الاثنين، لأنني أتذكر أنها أمطرت بشدة في يوم الأحد. ناكاتا لا يعرف أيام الأسبوع، لكنني أظن أنها أمطرت يوم الأحد تقريبا، وهو لم يرها منذ ذلك اليوم. كانت تلك آخر مرة رآها فيها، وقال إن القطط الأخرى لم ترها منذ ذلك اليوم أيضا. إنه قط تائه أخرق، لكنني استجوبته جيدا، لهذا أثق في معلوماته. بودي حقا أن أشكرك،
لا داعي لهذا، كان هذا من دواعي سروري، فأغلب وقتي هنا لا أرى سوى هذه المجموعة التافهة من القطط، ونحن لا نتفق أبدا، وهو شيء استفزني بصورة لا تصدق، لدرجة أنني ليس لدي من أتحدث معه، ولهذا الحديث مع إنسان حساس مثلك هو نسمة هواء منعشة. أجل، قال ناكاتا، ولكن هناك أمر ما زال ناكاتا لا يفهمه. السيد كوامورا ذكر التونة كثيرا، فهل كان يقصد سمك التونة؟ رفعت ميمي قائمتها اليسرى الأمامية برشقة ونظرت إلى اللحم الوردي في باطنها وقهقهت قائلة: أخشى أن مفردات الصغير ليست كثيرة ومتنوعة. مفردات؟ أقصد أن عدد الكلمات التي يعرفها محدود للغاية، ولهذا فكل ما يمكن أن أكله هو التونة. التونة بالنسبة إليه مثل الكريم شانتيه، فهو لا يعرف أن هناك أشياء أخرى مثل الصبيط والهلبوت وأصفار الذيل. تنحنح ناكاتا وقال: في الحقيقة ناكاتا أيضا يحب التونة جيدا، وبالطبع أحب الحنكليس أيضا. أنا أيضا أحب الحنكليس، رغم أنه ليس من المأكولات التي يمكن تناولها دائما. هذا صحيح، لا يمكنك أكل الحنكليس دائما. لفترة لم يجد الاثنان ما يقولانه، ظل الهواء لدقائق مشحونا فقط بحبهما المشترك للحنكليس. على كل حال، ما كان يريد القط قوله هو، قالت ميمي وكأنها تذكرت فجأة أنه بعد وقت قصير من اعتياد القطط على ارتياد هذه الأرض المهجورة، ظهر شخص شرير يصطاد القطط، وتظن القطط الأخرى أنه ربما أخذ جوما، فالرجل يغويها بالطعام ثم يلقي بها في حقيبة كبيرة، ويقولون إنه صائد قطط ماهر، وقد تقع قطة جائعة وبريئة مثل جوما في مثل هذا الفخ بسهولة، لدرجة أن قطط الشوارع التي تعيش هنا في الجوار بالرغم من أنها محنكة وحريصة إلا أنها تفقد عددا من أعضائها بسبب هذا الرجل. أمر مؤلم بصراحة، في رأيي لا شيء أشد إيلاما من السجن في حقيبة. أجل، قال ناكاتا ومرر كفه مجددا على شعره ثم أردف: ولكن ماذا يفعل هذا الرجل بالقطط التي يأخذها؟ هذا ما لا أعرفه. كانوا فيما مضى يصنعون آلة الشاميزين الموسيقية من جلد القطط، ولكن لم يعد الناس الآن يعزفون الشاميزين، وقد سمعت أنهم يصنعونها الآن من البلاستيك في نواحي أخرى من العالم. يأكلون القطط، ولكن ليس في اليابان طبعا، والحمد لله. يمكننا أن ننحي هذين الدافعين جانبا إذن، مما يتركنا لاحتمال، دعني أفكر، هؤلاء الذين يقومون بالتجارب العلمية على القطط في جامعة طوكيو، إنهم يستخدمون القطط كثيرا في التجارب العلمية. كان لي صديق استخدموه في تجربة نفسية في جامعة طوكيو، فظاعة، لكنها قصة طويلة لن أخوض فيها الآن. وهناك أيضا، عفوا، المنحرفون، لكنهم ليسوا كثر، وهؤلاء يستمتعون بتعذيب القطط كأن يصطادوا قطا ويقطعون ذيله مثلا. وماذا يفعلون بعد تقطيع ذيل القط؟ لا شيء، مجرد متعة تعذيب القطط وإيدائها تجعلهم لسبب لا أعرفه يشعرون بشعور أفضل. أخشى أن العالم مليء بهؤلاء المنحرفين. ظل ناكاتا يفكر في هذه المسألة لفترة متسائلا، كيف يمكن لشخص تحت أي ظرف من الظروف أن يستمتع بتقطيع ذيل قطة؟ ثم قال لميمي: تقولين إذن إنه قد يكون هذا الشخص المنحرف قد أخذ جوما؟ رفعت ميمي شواربها البيضاء الطويلة وقطبت: لا أريد أن أتصور هذا أو حتى أن أفكر فيه، لكنه احتمال وارد. سيد ناكاتا، بالرغم من أنني ما زلت شابة، لكنني رأيت في حياتي أشياء رهيبة كثيرة لم أكن حتى أتخيلها. يقول الناس إن القطط تعيش في النعيم فقط، إننا نرقد في الشمس غير مبالين بشيء، ولكن حياة القطط ليست بمثل هذا الخمول. القطط مخلوقات لا حول لها ولا قوة، مخلوقات صغيرة ضعيفة من السهل جدا إيذاؤها،
فليس لنا صدف كالسلاحف ولا أجنحة كالطيور، ولا نستطيع أن نحفر جحورا لنختبئ فيها كفئران الحقل، أو أن نغير لوننا كالحرباء، ولا أحد في العالم يفكر في عدد القطط التي تجرح يوميا، ولا أحد يفكر في الميتات البائسة التي تنتهي بها حياة كثيرين منهم. قد كنت محظوظة كفاية بحيث عشت مع عائلتي تنابيي في جو عائلي دافئ، وأطفالهم يعاملونني برقة ولا ينقصني شيء، ومع هذا لم تكن حياتي دائما بهذه السهولة. فما بالك بقطط الشوارع، إنهم يمرون بأوقات بائسة حقا. أنت ذكية حقا، ألست كذلك يا ميمي؟ قال ناكاتا منبهرا بفصاحة القطة السيامية ولباقتها. لا، ليس حقا، أجابته ميمي وقد زمت عيناها حياء. كل ما في الأمر أنني أمضي وقتا طويلا أمام التلفزيون، وهذا ما يحدث، يمتلئ رأسي بمعلومات لا قيمة لها. هل تشاهد التلفزيون يا سيد ناكاتا؟ لا، ناكاتا لا يشاهد التلفزيون. الناس في التلفزيون يتحدثون بسرعة شديدة ولا أستطيع أن أتابعهم، إنني غبي ولا أستطيع القراءة. وإذا كنت لا تقرأين فالتلفزيون لن يفيدك كثيرا، لكنني أحيانا أسمع الراديو، ولكن الكلمات فيه سريعة جدا أيضا وترهقني، لذا أفضل أكثر الاستمتاع بالحديث مع القطط في الخارج تحت السماء. حقا؟ قالت ميمي. أجل، رد ناكاتا، أتمنى من كل قلبي أن تكون جوما بخير. ميمي، ناكاتا سيذهب ليلقي نظرة على تلك الأرض الخلاء. قال الصغير، إن هذا الرجل طويل ويعتمر قبعة طويلة غريبة وحذاء عاليا، ويسير مسرعا ومظهره غريب جدا، حتى إنك ستعرفه فور أن تراه. أخبرني الصغير بهذا. عندما تراه القطط هناك تهرب متفرقة في جميع الاتجاهات، ولكن ربما كانت هناك قطة وافدة جديدة لا تدري بشأنه. خزن ناكاتا هذه المعلومات في رأسه بعناية، فاصلا بعضها عن بعض في درج أمامي حتى لا ينساها. الرجل فارع الطول، يعتمر قبعة طويلة وغريبة وحذاء عاليا. أرجو أن أكون قد أفدتك يا سيد ناكاتا. ناكاتا ممتن جدا لمساعدتك القيمة، لولا تعاطفك هذا لكنت ما زلت أتحدث عن التونة حتى الآن. أنا شاكر لك ذلك كثيرا. ما أعتقده، قالت ميمي محملقة في ناكاتا مقطبة جبينها، أن هذا الرجل سيثير المتاعب، ومتاعب كثيرة. إنه أخطر مما تتخيل. لو كنت مكانك لما اقتربت من هذه الأرض الخلاء قط، ومع هذا أرجو أن تتخذ كافة الاحتياطات. شكرا جزيلا لك، سأكون حريصا قدر المستطاع. سيد ناكاتا، العالم مليء بالعنف الرهيب ولا أحد يستطيع الهروب منه. أرجو أن تضع هذا في اعتبارك، لا يمكنك أن تكون حريصا بما فيه الكفاية، وهذا ينطبق على القطط بقدر ما ينطبق على البشر. سأتذكر هذا، أجابها ناكاتا، إلا أنه لم يكن يدري شيئا عن كيف وأين، وخصوصا عن مكان هذا العنف الذي يملأ العالم. العالم مليء بالأشياء التي لا يعيها ناكاتا، وأغلب الأشياء التي تمت بصلة للعنف هي من تلك الفئة. بعد أن ودع ناكاتا ميمي، ذهب ليرى تلك الأرض الخلاء، فوجدها بحجم ملعب صغير يحيطها سور خشبي طويل، عليه يافطة تقول ابتعد، الموقع تحت الإنشاء. وبالطبع لم يستطع ناكاتا أن يقرأها، سلسلة حديدية ثقيلة تقفل البوابة، ولكن هناك في الخلف فتحة في السور، لابد أن أحدهم قام بفتحها. فدلف منها ناكاتا بسلاسة. جميع المخازن التي كانت هناك في السابق قد هدمت، ولم يتم تمهيد الأرض بعد للبناء عليها، فكستها الحشائش، ونما نبات وهو قضيب الذهب حتى صار بطول قامة طفل صغير، وراحت الفراشات تحلق فوقه،
وتجمد التراب بفعل المطر مكونا في بعض الأماكن مرتفعات صغيرة، فكان مكانا مثاليا للقطط حقا. فهذا مكان لا يقصده البشر، وهناك كل أنواع المخلوقات الصغيرة التي تستطيع القطط أن تقتات بها، وأماكن كثيرة تستطيع الاختباء فيها. لم يكن كوامورا هناك، فقط قطتان هزيلتان رتتا الفراء عندما حياهما ناكاتا بتحية ودودة رمقاه ببرود واختفيا في العشب. وكان هذا طبيعيا، فهما لا يريدان الوقوع في الفخ والمعاناة من تقطيع ذيلهما. ناكاتا نفسه لا يرغب بالتأكيد في أن يحدث هذا له، مع أنه ليس له أي ذيل، لذا لم يكن مستغربا أن تتوجس القطط خيفة منه. جلس ناكاتا في مكان عال بعض الشيء وألقى حوله نظرة فاحصة. لا أحد سواه هنا، فيما عدا بضع فراشات ترفرف على أطراف العشب باحثة عن شيء ما. وجد ناكاتا موقعا جيدا ليجلس فيه، فوضع حقيبته القماشية على الأرض وأخرج منها فطيرتي مربى الفول، وتناول غداءه المعتاد، ثم صب شايا حارا من الترموس ورشفه وهو يزم بعينيه من كل رشفة. مجرد بداية ظاهرة هادئة، كان كل ما حوله رائقا ومنسجما، حتى أنه وجد صعوبة في تصديق أن أحدهم قد يكمن للقطط كل هذا الحقد ليعذبها ويمثل بها. أخذ يحك شعره بينما يمضغ طعامه. لو أن أحدا برفقته لكان فسر له ما استعصى عليه فهمه. فناكاتا ليس ذكيا، ولكن للأسف كان ناكاتا وحده، وكل ما أمكنه فعله أن يهز رأسه بضع مرات وأن يواصل المضغ. وبعد أن انتهى من الطعام طوى غلاف السلوفان إلى مستطيل ووضعه في حقيبته، ثم أحكم إقفال غطاء الترموس وأعاده أيضا إلى الحقيبة. كانت السماء مغطاة بالسحاب، لكن ناكاتا أدرك من لون السحاب أن الشمس عمودية تقريبا فوقه مباشرة. رجل فارع الطول يعتمر قبعة طويلة وغريبة وحذاء عاليا. حاول ناكاتا أن يتخيل شكل الرجل، لكنه لم يستطع تخيل شكل القبعة الغريبة أو الحذاء العالي الرقبة، فهو في حياته لم يرى مثلهما على كل حال. فقد كان كوامورا يقول لميمي إن من يرى هذا الرجل يعرفه فورا، ولهذا قرر ناكاتا أنه ليس عليه سوى أن ينتظر هنا حتى يراه وسيعرفه. هذه أفضل خطة بالتأكيد. وقف ناكاتا وبال على العشب مفرغا مثانته الممتلئة، ثم توجه إلى كومة عشب في ركن من الأرض المهجورة حيث لا يمكن أن يراه أحد، وجلس هناك لبقية النهار منتظرا ظهور ذلك الرجل الغريب. كان الانتظار مملا، لم يكن لديه فكرة عن وقت ظهور الرجل. مرة أخرى، فقد يظهر غدا، وقد لا يظهر قبل أسبوع، وقد لا يظهر أبدا. هذا احتمال وارد أيضا، بيد أن ناكاتا كان معتادا على الانتظار بلا هدف وعلى قضاء الوقت وحده دون ما فعل أي شيء، لهذا لم يزعجه الأمر بتاتا. لم يكن الوقت مسألة مهمة بالنسبة إليه، ولم يكن يحمل ساعة يد حتى، فهو يملك حسا خاصا بالزمن. في الصباح تكون الدنيا منيرة، وفي المساء تذهب الشمس وتصبح الدنيا مظلمة. وعندما تظلم عليه يجب عليه أن يذهب إلى الحمامات العمومية القريبة وبعدها إلى البيت لينام. تغلق الحمامات العمومية في أيام معينة من الأسبوع، وفي تلك الأيام يسلم أمره ويذهب إلى البيت مباشرة. معدته تبلغه بأوقات الطعام، وعندما يحين وقت تلقيه للمعونة هناك دوما شخص عطوف بما يكفي ليذكره عندما يقترب هذا اليوم. يعرف أن شهرا آخر قد مضى، فيذهب في اليوم التالي إلى حلاق الحي ويقص شعره، وكل صيف يدعوه أحد من مكتب الحي على وجبة حنكاليس، وكل رأس سنة يرسلون له كعكا بالأرز
ترك ناكاتا جسده يسترخي وأطفأ ذهنه سامحا للأشياء بأن تنساب من خلاله. كان كل هذا بالنسبة إليه شيئا طبيعيا لطالما مارسه منذ طفولته دون وعي منه. عندما يسرح وعيه بعيدا هكذا مثل الفراشات يتجاوزه إلى كهف مظلم ويحوم حوله في هذه الفتحة السوداء الغامضة. لكن ناكاتا لم يكن يخشى سطح الظلام أو أعماقه، ولما يخاف كان هذا العالم المظلم الذي لاقى عليه المحمل بالصمت والفوضى صديقه القديم جزءا حقيقيا منه. وكان ناكاتا يعي هذا العالم جيدا، حيث لا كتابة ولا أيام أسبوع أو محافظ مخيف أو أوبرا أو بي ام دبليو أو قبعات طويلة. ومن ناحية أخرى ليس هناك أيضا الحنكليس اللذيذ ولا فطائر المربى، هنالك الكل ولا أجزاء. وبما أنه لا أجزاء فلا داعي إذن لاستبدال شيء بآخر، ولا داعي لإلغاء شيء أو لإضافة آخر، لا داعي للتفكير في الأشياء الصعبة، فقط دع نفسك تمتص الكل. بالنسبة إلى ناكاتا ليس هناك أفضل من هذا. يشعر بالنعاس من وقت لآخر لكنه يظل متيقظ الحواس، ولا تغفل عيناه على الأرض أي شيء في الخلاء، حتى إذا جاء أحد ما أو حدث شيء ما نهض للقيام بما يتوجب عليه القيام به. السماء مكسوة بغطاء رقيق من الغيوم الرمادية، لكن على الأقل لا يبدو أنها ستمطر. جميع القطط تعرف ذلك، وكذلك ناكاتا. الفصل الحادي عشر. عندما أنتهي من الكلام يكون الوقت قد تأخر كثيرا. تنصت ساكورا لي طوال الوقت باهتمام وهي تسند رأسها بيديها على طاولة المطبخ. أخبرها أن عمري الحقيقي هو 15 عاما، وأنني طالب في الإعدادية، وأنني سرقت نقود أبي وهربت من بيتي بحي ناكانو بطوكيو، وأنني أقيم في فندق بتاكاماتسو وأقضي وقتي في المكتبة أقرأ. أخبرها أنني فجأة وبلا أي مقدمات وجدت نفسي فاقدا الوعي قرب معبد ومغطى بالدم. أخبرها بكل شيء، حسنا تقريبا بكل شيء، وأستثني الأشياء المهمة التي لا أستطيع أن أتحدث عنها. إذن فقد تركت والدتك البيت مع أختك الكبرى عندما كنت في الرابعة، وتخلت عنكما أنت ووالدك. أخرج من محفظتي الصورة التي تجمعني وأختي على الشاطئ وأريها إياها. ها هي أختي، أقول. فتنظر ساكورا إلى الصورة برهة ثم تعيدها من دون أي تعليق. لم أرها منذ ذلك الحين، ولا رأيت أمي أيضا. لم تتصل بنا أبدا، ولا أعرف مكانها، ولا أتذكر شكلها حتى. لم تبقى ولا صورة واحدة لها، لكنني أتذكر رائحتها وملمسها، ولكن ليس وجهها. تقول ساكورا وما زالت تسند رأسها بيديها. تزم عينيها وتنظر إلي. لابد من أن هذا صعب عليك. أجل، أظن ذلك. تستمر في تأملي بصمت، وبعد وقت تسألني: وأنت ووالدك ألستما على وفاق؟ لسنا على وفاق. بما أجيبها؟ لا أجيب، فقط أهز رأسي. سؤال سخيف، أعرف. بالطبع لستما على وفاق، وإلا لما كنت قد هربت. تقول ساكورا ثم تردف: عموما تركت البيت إذن، واليوم فجأة وبلا مقدمات فقدت الوعي أو الذاكرة أو ما يشبه ذلك. أجل، هل حدث لك هذا من قبل؟ أحيانا، أجيب. أحيانا أستشيط غضبا، وكما لو أن فيوزاتي تنفجر، كأن أحدهم يكبس على زر في دماغي فيسبق جسدي دماغي إلى الحركة، كأنني هنا ولكن بطريقة ما لا أعود أنا. أي أنك تفقد السيطرة على نفسك وتصبح عنيفا جدا، أهذا ما تقصده؟ حدث هذا بضع مرات. أجل، وهل أذيت أحدا في تلك المرات؟ أومئ، مرتان، لكن لم تكن أذية بالغة.
تقلب الأمر في فكرها وتقول: وهل هذا ما حدث اليوم؟ أهز رأسي، هذه أول مرة يحدث لي شيء بهذا السوء. هذه المرة لا أعرف كيف بدأ الأمر ولا أستطيع تذكر شيء مما حدث، وكأن ذاكرتي قد محيت. لم يكن الأمر بهذا السوء من قبل. تنظر إلى الكنزة التي أخرجها من حقيبتي وتتفحص بعناية بقعة الدم التي لم أستطع إزالتها. آخر ما تتذكره إذن أنك كنت تتناول العشاء، صحيح؟ في مطعم قريب من المحطة. أومئ موافقا، وكل ما يلي هذا أبيض تماما. ثم وجدت نفسك راقدا على العشب خلف المعبد بعد نحو 4 ساعات، ووجدت دما على الكنزة، وكان كتفك الأيسر يؤلمك. أجيبها بإيماءة أخرى: تذهب لتأتي بخارطة للمدينة من مكان ما حتى ترى المسافة بين المحطة والمعبد، ليست طويلة، تأخذ وقتا أطول سيرا على الأقدام. ولكن ما الذي جعلك تذهب أصلا؟ هذا ليس طريقك إلى الفندق، بل إنه معاكس لك. هل ذهبت إلى هناك من قبل؟ ولا مرة. اخلع كنزتك لحظة وتعرى حتى الوسط، تأتي وتقف بجانبي وتمسك كتفي الأيسر، تحفر أصابعها في لحمي، ولا يسعني سوى أن أشحق ألما. هذه البنت قوية جدا. هل تتألم؟ بالطبع أتألم، أقول. لقد ارتطمت بشيء جامد أو صدمك شيء ما، لا أذكر شيئا. عموما لا قصور في كتفك. ثم تستمر في الضغط حول موضع الألم الذي إذا استثنيناه فإن لمسة أصابعها لطيفة حقا. تبتسم حين أخبرها بهذا. لطالما أجدت التدليك، إنها مهارة مفيدة بالنسبة إلى مصففة الشعر. ظلت تدلك كتفي الأيسر، لا يبدو خطيرا. ليلة جيدة من النوم وستشعر بتحسن. تأخذ كنزتي وتضعها في كيس بلاستيكي ثم تلقيه في السلة. أما الكنزة التي فحصتها من قبل فتلقي عليها نظرة متمعنة أخرى، ثم تلقي بها في الغسالة. تبحث قليلا في أدراج خزانة، ثم تأتي لي بكنزة بيضاء جديدة تماما، كتب عليه ماوي وايل وتشينج كروز، وعليها صورة ذيل حوت يبرز من سطح الماء. هذه أكبر كنزة استطعت إيجادها، ليست لي، لكن لا تقلق، إنها تذكار من شخص ما. قد لا تعجبك ولكن جربها. أرتدي الكنزة فأجدها على مقاسي تماما، يمكنك الاحتفاظ بها إذا أردت. أقوم بشكرها. ألم تعاني من قبل من فقدان ذاكرة كلي؟ تسأل. أومئ برأسي وأغمض عيني، أركز في شعوري بالكنزة وأتنفس رائحتها الجديدة. ساكورا، إنني خائف حقا. أقول لها: لا أعرف ماذا أفعل، لا أذكر أنني آذيت أحدا، وأيا كان ما حدث فالكنزة مبقعة بالدم، لكنني لا أذكر شيئا. ولو أنني ارتكبت جريمة فسأكون مسؤولا عنها، أليس كذلك؟ سأتحمل المسؤولية سواء تذكرت أم لا. ربما كان مجرد نزيف من الأنف، شخص ما كان يسير في الشارع وارتطم بعمود هاتف فنزف أنفه، وكل ما فعلته أنت أنك ساعدته. أترى؟ أنا أتفهم قلقك، ولكن فلنحاول تجنب السيناريوهات الأسوأ. حسنا، على الأقل ليس الليلة، وفي الصباح سنرى الصحف والأخبار في التلفزيون، وإذا كان قد حدث شيء فظيع سنعرفه، ثم نفكر في خياراتنا. فهناك أسباب ممكنة كثيرة للدم، وأغلب الأوقات يكون الأمر ليس بالسوء الذي يبدو عليه. أنا فتاة، أي أنني معتادة على رؤية الدم، فأنا أرى هذه الكمية منه كل شهر. أتفهمني؟ أومئ وأشعر بوجهي يحمر قليلا. تضع ملعقة نسكافي في كوب كبير وتغلي. كان هناك ماء في غلاية صغيرة، تدخن بانتظار غليان الماء، تمج بضع أنفاس ثم تطفئ السيجارة بماء الصنبور، وأشم رائحة نعناع خفيفة. لا أقصد التطفل، ولكن أريد أن أسألك سؤالا إذا لم يكن لديك مانع.
لا، كانت أختك الكبيرة طفلة متبنات جاءوا بها من مكان ما قبل أن تولد أنت، أليس كذلك؟ أجل، أجيبها، لا أعرف لماذا، ولكن والدي تبنيانها وولدت أنا بعد هذا. أظن أنهم لم يخططوا للأمر هكذا. فأنت إذن ابن أمك وأبيك يقينا؟ على حد علمي نعم. ولكن عندما تركت أمك المنزل لم تأخذك، وبدلا من هذا أخذت أختك التي لا تمت لها بصلة. قالت ساكورا هذا ليس بالتحديد ما تتوقعه عادة من أم. لا أعلق، لما فعلت هذا؟ أهز رأسي، لا أدري، لقد سألت نفسي هذا السؤال مليون مرة. لابد من أن هذا قد جرحك. هل جرحني حقا؟ لا أعرف، ولكن إذا تزوجت يوما فلا أظن أنني سأنجب أطفالا، لن يكون لدي أي فكرة عن كيفية التعامل معهم. لم يكن وضعي معقدا كوضعك، تقول ساكورا، لكنني لم أتفق مع والدي لوقت طويل، وتورطت في كثير من الأشياء الغبية لهذا السبب. لهذا أتفهم شعورك، ولكن اتخاذ القرارات المتسرعة ليس فكرة صائبة. العالم ليس به أمور مطلقة. تقف أمام البوتاجيرز وترشف النسكافيه، يتصاعد البخار من الكوب الكبير الذي رسمت عليه شخصيات كرتونية، ولا تقول شيئا، وألتزم بالصمت أنا أيضا. هل لديك أي قريب أو شخص يمكن أن يساعدك؟ تسألني بعد حين. لا، لقد مات جداي منذ وقت طويل، وليس لأبي إخوة أو أخوال أو خالات، لا أحد. لا أستطيع أن أؤكد هذا بالطبع، لكنني أعلم أنه لم يكن له صلة بأي أقرباء، ولم أسمع مرة عن أقرباء من جهة أمي. أقصد، أنا حتى لا أعرف اسمها، فكيف لي أن أعرف أقاربها؟ أوالدك مخلوق فضائي مثلا؟ تعلق ساكورا، جاء من كوكب بعيد وتنكر على شكل آدمي وخطف امرأة من الأرض ثم أنجبك فقط ليبقى نسله مستمرا، وعندما اكتشفت أمك هذه، ألم تخف أمك عندما علمت بهذا وهربت كما يحدث في أفلام الخيال العلمي السوداء؟ لا أعرف كيف أجيب. لندع المزاح جانبا، تقول وهي تبتسم بحزم لتؤكد أنها جادة، أقصد أنك في هذا العالم الواسع ليس لديك من تعتمد عليه سوى نفسك. أظن ذلك. تستند إلى حوض مغسلة المطبخ وترشف قهوتها. علي أن أنام قليلا، تقول كأنها تذكرت هذا فجأة. الساعة تجاوزت الثالثة، علي أن أصحو عند السابعة والنصف، لذلك لن أنام كثيرا، ولكن الكحلة أحسن من العمى. أكثر ما أكرهه هو الذهاب إلى العمل متعبة من قلة النوم. وما الذي ستفعله أنت؟ معي حقيبة نومي، أخبرها، فإذا كان هذا لا يسبب لك أي إزعاج فسأقبع في ركن هنا وأخذ حقيبة نومي الملفوفة بإحكام وأفرضها وأنفخها. تراقب منبهرة وتعلق، فتلك الشافة النموذجي، بعد أن تطفئ النور وتندس في فراشها. أندس في حقيبة نومي أنا كذلك، وأغمض عيني محاولا النوم، وصورة الكنزة البيضاء المبقعة بالدم لا تفارق ذهني. ما زلت أشعر ذلك الإحساس الحارق في كفي. أفتح عيني وأحدق في السقف. صوت صرير أرضية يأتي من مكان ما، وأحدهم يفتح صنبورا، ومرة أخرى صوت سيارة إسعاف في الليل يأتي من بعيد ويتردد صداه بشكل حاد في الظلمة، تهمس في العتمة. ألا تستطيع النوم؟ أجيبها، لا، ولا أنا. لم يكن ينبغي أن أشرب قهوتي الآن، هذا غباء مني. تضيء المصباح المجاور لسريرها وتنظر إلي وهي تشاهد الساعة ثم تطفئه. لا تسيء فهمي، تقول، ولكن إذا أردت أن تأتي إلى هنا فتعال، أنا أيضا لا أستطيع أن أنام.
أغادر حقيبة النوم وأركض على السرير بجانبها. أرتدي بوكسر وكنزة خفيفة، وترتدي هي بيجامة خفيفة وردية. إنني مرتبطة بشاب في طوكيو، تقول ساكورا، ليس بالشخص المهم لكنه صاحبي، ولهذا لا أمارس الجنس مع سواه. قد لا أوحي بذلك، لكنني حازمة جدا في موضوع الجنس هذا. اعتبرني قديمة الطراز، لم أكن كذلك من قبل. كنت جامحة فعلا، ولكنني لن ألعب بذيلي بعد الآن، ولهذا وفر على نفسك أي أفكار. اتفقنا، اعتبرنا أخا وأختا. مفهوم؟ علم، أجيبها. تلف ذراعيها حولي وتأخذني في حضنها وتلقي خدها على جبيني. يا لك من مسكين، تقول، ولا داعي لأن أقول لكم، لكن انتصب عضوي على الفور وإلى الحد الأقصى، ولم أستطع منع نفسي من أن أفركه بفخذها. يا إلهي، تهتف. آسف، أجيبها، خطأ غير مقصود. لا عليك، تجيب، أعرف أنها مشكلة وأنك لا تستطيع فعل أي شيء حيالها. أومئ في العتمة، تتردد لحظة ثم تنزل البوكسر وتمسك بعضوي المتصلب كالحجر وتهدهده بيديها برقة كما لو كانت طبيبا يقص النبض، ومع لمس يدها لي أشعر بشيء أشبه بخاطر بعيد ينبثق من بين فخذي. كم عمر أختك الآن؟ 21 عاما، أقول، تكبرني بست سنوات. تفكر لبعض الوقت ثم تسألني، أترغب في رؤيتها؟ ربما، أجيب كذلك. ربما، تضغط على عضوي بقوة أكبر. ماذا تعني ربما هذه؟ لعلك لا ترغب كثيرا في رؤيتها. لا أعرف ماذا سنقول لبعضنا، وقد لا ترغب هي في رؤيتي، والأمر السيان بالنسبة إلى أمي. ربما كلاهما لا تريدان معرفة شيء عني، فأي منهما لم تبحث عني، أقصد أنهما رحلتا وانتهينا. وأكمل العبارة في نفسي، من دوني؟ لا تعلق، تفلت عضوي قليلا ثم تقبض عليه مرة أخرى. في الأثناء يرتخي عضوي قليلا ثم يعود للتصلب أكثر مما كان. أتود أن تقذف؟ تسألني. ربما، أقول، ربما مرة أخرى. جدا، أصحح أقوالي، تتنهد برقة ثم تبدأ ببطء في تحريك يدها. ينتابني شعور من خارج هذا العالم، ليست مجرد حركة فرك روتينية، إنه تدليك كامل. أصابعها تربت على عضوي وخصيتي برقة. أغمض عيني وأطلق تنهيدة طويلة. لا يمكنك أن تلمسني، وعندما تشعر أنك أوشكت على القذف أخبرني حتى لا نبلل الملاءات. حاضر. كيف تجدني؟ أبارعة، أليس كذلك؟ مذهلة. لقد قلت لك إن أصابعي ماهرة، ولكن لا تعتبر هذا جنسا. حسنا، إنني أساعدك على الاسترخاء فحسب. كان يومك قاسيا وأنت متوتر، ولن تنام إلا إذا حللنا هذه المشكلة. لقد فهمت. أجل، فهمت، أقول ثم أردف، ولكن لدي طلب واحد. وما هو؟ هل أستطيع أن أتخيلك عارية؟ تتوقف يداها وتنظر في عيني مباشرة وتسألني، أتريد أن تتخيلني عارية ونحن نفعل هذا؟ أجل، لقد حاولت منع نفسي لكنني لا أستطيع. حقا؟ كأنه تلفزيون بلا زر إغلاق. تضحك. لا أفهم لما تخبرني بهذا. لماذا لا تتخيل ما تشاء وانتهينا؟ أنت لا تحتاج إلى إذن مني، فكيف أستطيع أن أعرف ما يدور في ذهنك؟ لا يمكنني هذا. تخيل شخص ما أمر بالغ الأهمية، ولهذا ارتأيت أنه من الأفضل أن أخبرك، وليس للأمر علاقة بكونك تعرفين أم لا. ولد مؤدب فعلا، أليس كذلك؟
تقول بتأثر: ومع هذا لطف منك أن تستأذنني، وهو كذلك لك ما طلبت. تخيلني عارية. شكرا. وكيف تجد ذلك؟ هل جسمي حلو؟ رائع. تنتشر تلك الاستثارة المضنية على نصفي الأسفل كسائل يطفو إلى السطح، وعندما أخبرها تجلب بعض المناديل بجانب السرير وأقذف مرات ومرات كالمجنون. تقوم بعد كل قذفة لكي ترمي المناديل في السلة وأن تشطف يدها. آسف أقول لها: لا داعي للأسف، تقول وهي تلوذ بالسرير، إنه جزء من جسمك. والآن هل تشعر بتحسن؟ بالتأكيد. جميل. تفكر للحظات ثم استمر فيما تفعله. وكانت هي تفكر وبادرت بالقول: كنت أفكر كم كان سيكون الأمر جميلا لو كنت أختك الحقيقية. أنا أيضا. تلمس شعري برقة. سأنام الآن. لما لا تعود إلى حقيبة نومك؟ لا أعرف أن أنام إلا وحدي، كما لا أريد أن تقلقني تلك الانتصابات طوال الليل. اتفقنا. أعود إلى حقيبة نومي وأغمض عيني. هذه المرة أنام نوما عميقا، ربما أعمق نوم عرفته منذ فراري من البيت، وكأنني في مصعد ضخم يحملني بهدوء وببطء إلى أعماق الأرض السحيقة. وأخيرا تختفي جميع الأضواء والأصوات. عندما أستيقظ عند 9 صباحا تكون ساكورا قد غادرت إلى العمل. بالكاد أشعر بأي ألم في كتفي الأيسر تماما مثل ما أخبرتني. أجد على طاولة المطبخ ورقة ومفتاحا. كتبت ساكورا: شاهدت نشرة أخبار 7 صباحا في التلفزيون، وبحثت في كل الصحف ولم أجد أي تقارير عن حوادث دموية في المنطقة هنا، ولهذا لا أظن أن هذا الدم يعني شيئا. أخبار جيدة، أليس كذلك؟ لا يوجد الكثير من الطعام في الثلاجة، ولكن كله، إنه لك. تصرف كأنه بيتك، وإذا لم تكن لديك مشاريع في الخارج يمكنك البقاء في المنزل بحريتك. فقط ضع المفتاح تحت دعسة الباب لو قمت بالخروج. أخرج علبة حليب من الثلاجة وأتأكد من تاريخ الصلاحية وأسكبها على بعض الكورن فليكس، وأقوم بإشعال النار على ماء وأصنع كوبا من شاي الدارجلينج الهندي، وأحمص شريحتي التوست وأكلهما مع زبدة قليلة الدسم. ثم أقرأ الصحف وأمحص في الأخبار المحلية كما قالت، لا عناوين عنيفة. أتنهد بارتياح وأطوي الصحيفة وأعيدها من حيث أخذتها. على الأقل لن أتحمل عبء الهرب والاختباء من الشرطة في أنحاء المدينة، لكنني أقرر أنه من الأفضل ألا أعود إلى الفندق، فقط من باب الحرص. فما زلت لا أعرف ماذا حدث أثناء الساعات 4 الأخيرة. أتصل بالفندق. يرد رجل لا أميز صوته. أخبره أن شيئا ما قد طرأ وأنني مضطر لإغلاق حسابي في الفندق. أبذل قصارى جهدي لأبدو شخصا بالغا. لقد دفعت حسابي مسبقا ولن تكون هناك أي مشكلة. أخبره أن لي بعض المتعلقات الشخصية في الغرفة وأنها ليست ذات أهمية. يتحقق على الكمبيوتر من أنني سددت الحساب ويقول، كل شيء تمام يا سيد تامورا. المفتاح مجرد بطاقة بلاستيكية، ليس مهما أن أعيده. أشكره وأضع السماعة. أخذ حماما. ملابس الساكورا التحتية منشورة في الحمام. أحاول ألا أنظر إليها وأركز على مهمة فرك جسمي جيدا. أبذل جهدا لأتحاشى التفكير في الليلة الماضية. أغسل أسناني وأرتدي ملابس تحتية نظيفة. ألف حقيبة نومي وأحشرها في حقيبة ظهري، ثم أغسل ملابسي القذرة في الغسالة. ليس هناك نشافة فأطويها مبللة وأضعها في كيس بلاستيكي، ثم في حقيبتي أستطيع أن أجففها في أي مغسلة عامة فيما بعد.
أغسل الأطباق المكومة في المغسلة وأتركها حتى تتصفى من المياه وأجففها وأعيدها إلى الرف، ثم أنظف الثلاجة راميا ما فسد من طعام، بعضه بات متعفنا، قرنبيط متحجر، خيار مطاطي من قديم الأزل، علبة توفو منتهية الصلاحية منذ زمن طويل، كل ما يزال صالحا للأكل أضعه في علب جديدة، ثم أمسح بعض الصلصة المارقة وألقي كل أعقاب السجائر وأرتب الصحف واحدة فوق واحدة بانتظام وأكنس المكان. ثم قد تجيد ساكورا التدليك، لكنها كارثية في التدبير. أكوي القمصان التي كومتها فوق بعضها في الخزانة وأفكر في التسوق وإعداد العشاء. كنت في البيت معتادا على مثل هذا العمل، لهذا لا مشكلة لدي في ذلك، لكنني أقرر أن إعداد العشاء ربما يكون مبالغا به. أنتهي من كل هذا وأجلس إلى طاولة المطبخ، أنظر إلى الشقة حولي، أعرف أنه لا يمكنني البقاء هنا للأبد، إذ قد يصيبني مرض الانتصاب الشبه المزمن بمصاحبة خيالات شبه مزمنة، ولا أستطيع أن أغض النظر على الكيلوتات السوداء الصغيرة المعلقة في الحمام، ولا أستطيع الاستمرار بالتماس موافقتها السماح لخيالي بأن يجمح. ولكن الأهم من كل هذا أنني لن أنسى لها ما فعلته من أجلي ليلة أمس. أترك لساكورا ورقة أكتبها بقلم رصاص على دفتر الملحوظات الموضوع بجانب التليفون: شكرا لك، أنقذتني فعلا، وآسف لأنني جعلتك تنامين في وقت متأخر الليلة الماضية، ولكنك الشخص الوحيد الذي أمكنني اللجوء إليه. أتوقف وأفكر قليلا فيما علي أن أكتبه بعد هذا، أجيل بنظري في أرجاء الحجرة مفكرا: شكرا على سماحك لي بالمبيت هنا، وممتن جدا لعرضك بأن أبقى قدر ما أشاء، كان سيكون الأمر جميلا حقا لو كنت أستطيع هذا، ولكنني لا أريد أن أزعجك أكثر من هذا، ولأسباب عدة لا أستطيع البقاء، علي أن أتدبر الأمر وحدي في المرة القادمة، وخصوصا في المرة التي أتورط فيها، أرجو أن تغمرينني بعطفك مرة أخرى. أتوقف ثانية، أحد الجيران يرفع صوت التلفزيون لأقصى درجة، أحد تلك البرامج الحوارية الموجهة إلى ربات البيوت، كل من في البرنامج يزعق على بعضه، والإعلانات في الفاصل مثل البرنامج صاخبة ومنفرة. أجلس إلى الطاولة وأفتل القلم في يدي مستجمعا أفكاري، لأقول لك الحق، لا أظن أنني أستحق عطفك، أنا أحاول قدر الإمكان أن أكون شخصا أفضل، وإنما الأمور لا تسير بشكل جيد، أتمنى أن أكون متماسكا بشكل أفضل في المرة القادمة التي نلتقي فيها، لا أعرف، شكرا على ليلة الأمس، لقد كانت رائعة. أضع كوبا على الورقة وأحمل الحقيبة على كتفي وأخرج من الشقة تاركا المفتاح تحت الدعسة كما أشارت علي. قط أرقط أبيض وأسود يركض على السلم في قيلولة، لابد أنه يألف البشر لأنه لا ينهض عندما أمر به. أقعد بجانبه وأربط على جسده الضخم لفترة، ملمس فرائه يأتيني بذكريات. يزم القط عينيه، نجلس هناك على السلم طويلا، يستمتع كل منا بشعوره الحميمي الخاص، وفي النهاية أقول له وداعا وأمضي. يأخذ مطر لطيف في الانهمار. بعد أن غادرت الفندق وتركت منزل ساكورا، فليس لدي فكرة أين سأقضي الليلة. علي قبل غروب الشمس أن أجد سقفا يأويني، مكانا آمنا. لا أعرف من أين أبدأ البحث، ولكنني أقرر أن أستقل القطار إلى مكتبة كوميورا، ستحل الأمور تلقائيا عندما أصل إلى هناك، لا أعرف لماذا، مجرد إحساس، يبدو أن القدر يأخذني في اتجاهات
عجيبة جدا، حتى أعجب مما توقعت.